قبل 20 عاماً أعدم الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو كديكتاتور منبوذ، واليوم أصبح يشكل أحد أبرز المعالم السياحية في رومانيا. القصر الكبير للبرلمان الذي يرمز لطموح تشاوشيسكو وحبه لذاته يعتبر الوجهة الأبرز للسياح. ومن أجل توسيع أكبر مبنى إداري في العالم، جرف النظام معظم المواقع التاريخية في بوخارست. الآن يزور حوالي 1000 سائح يومياً هذا القصر لرؤية مئات من ثرياته وكيلومترات من السجاد والتماثيل. هذا المبنى يثير اهتمامي الشديد لأنه يشكل جزءاً كبيراً من تاريخ الشيوعية. كل شيء باذخ في هذا القصر الذي شارك في بنائه 200 مهندس معماري وعشرون ألف عامل، لكن تلك هي ميزته أيضاً. السياح تبهرهم المساحات الواسعة والكميات الكبرى من الرخام والثريات، بالإضافة إلى ضخامة المشروع بحد ذاته. والسياحة المتعلقة بتشاوشيسكو تأخذ أيضاً الزائر خارج بوخارست إلى مسقط رأسه في سورنيتسي وأصوله المتواضعة. وهذا الكوخ المؤلف من 3 غرف ويعود إلى ما قبل 100 سنة، لا تصله الكهرباء لكن تنتشر فيه صور عائلة تشاوشيسكو. أما ابن شقيق الرئيس السابق فيعيش بالقرب من المنزل ويهتم به. نيكولاي تشاوشيسكو هو تاريخ هذا البلد، ولا يمكن محو حقبة تاريخية. وهذه السياحة تنقل الزائر أيضاً إلى القصور التي ارتادها نيكولاي وزوجته إلينا، وإلى هذا المطعم في بوخارست الذي يعيد إحياء ذكرى الأيام القاتمة الماضية لإرضاء زبائن الحاضر.